شيخ، هذا يستفسر في الآية الكريمة في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، بحرين الماء المالح والعذب يلتقيان، ولم يختلط أحدهما بالآخر، لأن بينهما برزخ حاجز لا يبغيان، فلا يختلط هذا بهذا، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم.